وطب منكم خبر اخير قبل ما اطلع للفقره اللي جايه، ان وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم اللي كنا بنحاول نكلمه فعرفناش نكلمه، فعرفنا ان هو زار دلوقتي حي المطريه ردا على كل اعمال الارهاب اللي موجوده هناك. ودي صور بتشوفوها دلوقتي على يعني من فيديو 7 لموكب الوزير، ما عرفناش نجيبه قوي شي في الضلمه. موكب الوزير بيصل الى المطريه بعد ما استطاعت قوات الامن انها تسيطر على الاوضاع هناك بعد التراشق بالسلاح والاجواء اللي كانت موجوده، هذه الهجمات والسلاح والسلاح المضاد اللي ظهر في المطريه خلال الاحتفال بذكرى ثوره يناير. طبعا دي زياره يعني مفهوم طبعا معناها انه الاوضاع صارت تحت السيطره ومستقره تماما، للدرجه اللي ان وزير الداخليه بنفسه بيتجول في شوارع المطريه. ده خبر مهم وخبر كويس، ومسامحينه خلاص ان هو ما عرفش يدخل معانا على التليفون عشان خاطر عنده مهام اكبر في الحقيقه، لكن برضه هنفكره بكره ولا بعده ولا على الهوا ولا في التليفون ولا في الجورنان ولا في اي حاجه بالاختراقات اللي بتحصل في مصر والجو اللي حاصل من اختراق زي اللي انتوا شفتوه ده، ان قنوات اخوان بتعلن عندنا في شوارعنا، ونشوف الوزير هيبقى رايه ايه. سامحوني على اي كلمه وحشه، وبعد الفاصل للقاء مهم جدا مع دكتوره تفهم جدا في الاقتصاد، وان شاء الله يكون حلقه موفقه ونربط كل الشكل ببعضه، لانه مهم جدا نبقى فاهمين احنا رايحين فين وماشيين ازاي، عشان لما تشوف جورنان مثلا يعني وضيع شاتم في حاجه وانت تبقى عارف الحقيقه، محطه شاتمه في حاجه فانت تبقى عارف الحقيقه. اتاحه هذه المعلومات مهمه، وهذه الوجوه العادله اللي ملهاش مصالح مهمه جدا انك تسمعها. بعد الفاصل هستناكم.